ابى الخدامه عباتها تصفق، عباتها تصفق على الكفر، خليها تدخل عبايتها. اسمع، انا قلتها ولا ما قلتها؟ وش ممكن يجي في بالك اخوي او اختي اللي ايا كان اللي يسمعني الان؟ يعني جيت نصحته اجاب بالكم انها اول شيء يقول وش دخل؟ لا، يوم قلت ان الخدامه عباتها تضرب على الكفر، ولا اسمع الخدامه تسولف بابا يقول عني خدامه، يا ربي انا وش سويت؟ بعدين لابسه عبايه كتف وحجاب ابيض، يعني مو خدامه، يعني وش يدريني انا؟ ما سولفت معه تدري خدامه ولا لا، بس الشكل خدامه، جالسه مع ورعين ورا وحجاب ابيض، وطلعت بنت. انا سمعت ولا ما سمعت؟ والله لا شعوريا كمل سيدة اخذ يمين، سكت ما قلت ولا حاجه، اللهم اني نبهته، خدامتك لا تموت، طلعت بنته ما يبغى خدامته. يا ناس حرفيا الارض اللي بيها تنشق تبلعني، ما اقول لك اللي من الموضوع.